مقادير المدلوقة لليوم 3 أرباع كوب زبدة أو سمنة مثل ما حطتها الشيف إيمان على النار، كوب ونصف سميد ناعم أو خشن بنحتاج، نصف كوب سكر، وكوب ونصف إلى كوبين حليب سائل، معلقة كبيرة ماء ورد ومعلقة كبيرة ماء زهر. بينما بالنسبة للقشطة 3 أكواب حليب سائل كامل الدسم، ربع كوب سكر، 4 معالق كبيرة نشا قشطة أو جيمر، و بدنا شوية خبز توست 10 شرحات، ونصف معلقة كبيرة ماء زهر، وأيضا نحتاج نصف معلقة كبيرة ماء ورد، وفستق حلبي وقطر للتزيين. هلا ذوبنا الزبدة وبنحط فوق الزبدة بإيش؟ السميد. هلا بنضل نحرك السميد لا يصير هيك ذهبي، يغمق شوي، تمام، ليشرب كل الزبدة. نحن بنحمصه لأنه ما رح نخبزها. هلا أنا حطيت الحليب هون عشان أعمل أورجيهم، أنا عندي قشطة جاهزة عشان أورجيهم كيف بتنعمل. وهلا رح أحط هون، هلا بلش يتحمص نحن معنا وقت صح؟ لأنه هذا بأخذ وقته. نعم، بلش يتحمص السميد ويشرب الزبدة، بدي أحط له السكر. هلا أنا استعملت سكر ناعم، إذا عندكم سكر خشن بصير، بس السكر الناعم الحلو فيه إنه ما بأخذ وقت لأنه يرجع يدوب ويرجع، يعني ما في مجال إن يكون في قرشة. إذا أنت بتهتري هم إنه يقرش معك استعملي، أنا دائما بستعمل السكر ناعم على المضمون، بس إذا في عندك سكر خشن ما في أي مشكلة. هلا هون عم نسخن الحليب بهاي، بدي أعمل قشطة صغيرة لأنه عاملة قشطة أنا وجاهزة المدلوقة تبعتي، بس عشان أورجيكم كيف نعملها. خلي هيك تتحمر شوي، بس أزيد على القشطة النشا. هلا مندوب النشا برا، مش عارفة أنا هوني مغطي، مندوب النشا برا زي ما عملنا قبل شوي. شايف هلا بلش يتغير لونه، اللي بحب لونه ذهبي بيقدر هلا يوقف دغري يحط الحليب، واللي بحب لونه أغمق من هيك برضو بيقدر. خلينا نخفف النار. هلا المشكلة أنا لازم أحرك هون وهون برضو القشطة، أنا حطيت لها سكر ناعم، بتحب تحطوا سكر خشن بيصير لأنه لما الحليب بسخن سكر الخشن بدوب بسرعة، بس أنا بحب أحط سكر ناعم لأنه بيريحني. هلا بدنا نحرك بسرعة عشان العجين ما تكتل، بنصير ندير الحليب تدريجي. شايفين كيف زي العجين هيها؟ بس بتصير إذا بتحبوا إنه بتحبوها أغمق بتحمصوها أكتر، إذا بتحبوش بتخلوها هيك. هلا بنحط لها المزهر، بنحط لها المورد، بتحبوا تحطوا بس مورد أو بس مزهر برضو بصير. أنا هاي كمان بلشت القشطة تمسك، واللي عاملة قشطة لأنه هديك المرة كمان على الهواء القشطة أخذت كتير وقت بتعرف. خليني أحرك هاي، هلا حركناها مع، هلا هاي عندنا الزبدة قلينا فيها السميد أو حمصنا فيها السميد، حطينا لها سكر وحطينا لها مزهر ومورد، ريحتها حلوة صح؟ بتجنن. هلا بدنا نحطها بالفايركس. هاي بلشت تستوي. هاي العجين في كبة البطاطا زاكية، مبين اللي عم بعمله. العجين بتنفرد بالفايركس بطريقة هاي. هلا اللي شفتوا كيف صارت جاهزة القشطة، عاد انا عامل قشطة. هلا بس بنزيد لها علبة الجيمر، جيمر او قشطة بدي اورجيكم اياها. بتيجي علبة زي هاي، بس طبعا انا اضطريت اني اقيم البراند اللي عليها. بتيجي علبة زي هاي مكتوب عليها قشطة، لو سمحتوا بتجيبوها أو بتحطوا واحدة جيمر، بنضيفها على القشطة ومنحرك. بنكون نحن طبعا ضفنا ضفنا المزهر والمورد والسكر وقشطتنا جاهزة. اللي بحط بحب شوية توست ما في مشكلة. طبعا احنا بنستنى بدي أزين الجاهزة، بدي أورجيكم هاي كيف. هلا بنديرها وبنحطها وين؟ بالثلاجة، بس مش عطول صبايا، بس تبرد، استناها تصير درجة حرارة الغرفة وبعدين وبعدين بنحطها بالثلاجة. شكرا على المتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة علشان تشوفوا كل إشي جديد.